مدبولي يؤكد ضرورة توفر السلع الأساسية استعدادا لشهر رمضان. شكري يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع سلطنة عمان في جميع المجالات. ووزير الدفاع الروسي يؤكد للأسد أن الدول الغربية تضع عراقيل أمام إنهاء الأزمة السورية. الساعة مساء السابعة في جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع دينا زهرة. دينا، شكرا لك شادي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة توافر السلع الأساسية بالأسواق وكذلك الرقابة المستمرة لضبط الأسواق. وخلال اجتماعه بوزير التموين علي المصلحي لمتابعة استعدادات الوزارة لشهر رمضان، كلف رئيس الوزراء بسرعة تفعيل البروتوكول الذي سبق توقيعه بين وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية لزيادة عرض السلع والمنتجات الخاصة بالخدمة الوطنية بمنافذ وزارة التموين. كما وجه مدبولي بالعمل على زيادة أسواق الجملة الخاصة بالخضروات والفاكهة. من جانبه أكد وزير التموين العمل على محاور عدة استعدادا لشهر رمضان، منوها إلى بدء ترتيبات إقامة معارض أهلا رمضان من الأسبوع المقبل بكل المحافظات. شدد الوزير على توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية والاحتياجات الخاصة بشهر رمضان. أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلع مصر لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الاتصالات المصرية والروسية، وكذلك توسيع التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. جاء ذلك خلال استقباله لوزير التنمية الرقمية والاتصالات الروسي. وأشار مدبولي إلى أن مصر تخطو خطوات مهمة ومتسارعة في مجال الحكومة الإلكترونية وميكنة الخدمات. من جانبه أكد وزير الاتصالات الروسي ترحيب بلاده بالتعاون مع مصر في مجال تكنولوجيا الاتصالات وأمن شبكات المعلومات، بالإضافة إلى الحكومة الإلكترونية والمدن الذكية. أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت الجهود التي تبذلها الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في إطار تهيئة البيئة التشريعية والمناخ الداعم لجذب الاستثمارات. جاء ذلك خلال استقباله وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الروسي على رأس وفد رفيع المستوى يتضمن مسؤولين حكوميين وممثلي 20 شركة روسية خاصة. أشار طلعت إلى مزايا الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري وأهمية تعزيز التعاون المشترك مع روسيا في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني. من جانبه أعرب الوزير الروسي عن رغبة شركات بلاده في الوجود بالسوق المصرية والاستثمار في مصر. الحقيقة النهاردة اللقاءات والمباحثات متعددة ومثمرة. بدأت بلقاء بيني وبين نظيري معالي وزير الاتصالات والإعلام الروسي. تبحثنا في أوجه التي يمكن أن نتعاون فيها، التدريب ورفع الكفاءات، تبادل الخبرات في مشاريع التحول الرقمي، تبادل الخبرات في البحث العلمي وإقامة مشاريع بحثية مشتركة في مجالات متعددة تتعلق بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تلا هذا اللقاء لقاء بين معالي وزير الاتصالات الروسي ودولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شرفته بحضور اللقاء بالطبع. أيضا دولة رئيس الوزراء ركز على ضرورة المضي في تعاون مشترك
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين بلدينا، روسيا شريك رئيسي لمصر وتجمعنا بها علاقات قوية ومستقرة وتاريخية، ولابد أن يكون قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في طليعة المواضيع التي نتعاون فيها ونهتم بها. بعد ذلك عقدت لقاء موسع بين قيادات الوزارتين، حيث اتفقنا على جدول أعمال وخطة تعاون مشترك في مواضيع مشتركة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وتقنيات تسويق المناطق التكنولوجية والمدن الذكية. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة اتخاذ خطوات فورية لبدء تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي بعلاج 1,000,000 مواطن إفريقي من فيروس سي، بالإضافة إلى علاج ضيوف مصر من اللاجئين، جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والتي أكدت أنه جري التواصل مع سفارات وقنصليات الدول التي ينتمي إليها اللاجئون لإبلاغهم بالمستشفيات التي سيتم الفحص بها. أشارت الوزيرة إلى التقدم في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، حيث أكدت ارتفاع عدد العمليات من 12,000 حالة في الشهر لتصل إلى 11,600 حالة خلال 11 يوما فقط، كما أشارت إلى وجود مخزون من ألبان الأطفال يصل إلى 6 ملايين علبة تغطي احتياجات 4 أشهر قادمة. أكدت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد أن المبادرات الصحية التي تطلقها الوزارة لطلبة المدارس تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للاهتمام بصحة الأطفال والارتقاء بها. جاء ذلك خلال إطلاق المرحلة الثانية من الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية من مدرسة قصر العيني الابتدائية الرسمية للغات، والتي تستمر حتى 28 من الشهر الجاري في 11 محافظة، وتستهدف تطعيم 4 ملايين طالب وطالبة. أشارت الوزيرة إلى أنه بجانب هذه الحملة تستمر حملة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم. المرحلة الأولى كانت الشهر اللي فات من يوم 12 ل 21 فبراير، واستهدفت 16 محافظة بإجمالي 8 مليون و400 ألف طالب مدرسة ابتدائي، وإحنا المرحلة الثانية مستهدفين حوالي 4 مليون طالب ابتدائي بإجمالي كده حوالي 12 مليون و500 ألف تلميذ من سن 6 ل 12 سنة ضد الديدان المعوية، خاصة الإسكارس والديدان الدبوسية. وإحنا بنقول إن ده الديدان ديت لها أثر، بتأثر بتعمل أنيميا وبتعمل سوء هضم، وبتخلي الأطفال نتيجة الأنيميا ما يبقاش عندهم تركيز كويس، الصحة العامة بتكون متأثرة. إحنا ده دور وزارة الصحة إن إحنا بنعمل الحملة ديت علشان نوعي الأطفال والأسر. إحنا مستهدفين في محافظة القاهرة 1,200,000 طالب على مستوى المرحلة الابتدائية في محافظة القاهرة، فترة من 19/3 ل 28/3. طبعا يعني وزارة الصحة ده استكمال للمبادرات اللي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، وهي الحفاظ على الصحة العامة للمواطن المصري بدءا من الطفل في المرحلة الابتدائية وحتى الثانوي ومختلف جميع الأعمار، زي ما شفنا جميع المبادرات السابقة. الميبندازول دوت دواء وقائي للقضاء على الديدان المعوية، احنا اعتقد احنا وصل مصر في شهر اكتوبر السنة اللي فاتت، وابتدى يعملوا الإجراءات الإفراج وإجراءات توزيع على المدارس. تم تدريب الزملاء في وزارة الصحة وفي التربية والتعليم عشان حملة تجريع لأطفال المدارس، وتم تصميم بوسترات. أهم حاجة في الحملة هي حملة وقائية بالمقام الأول، إن الأطفال لو في عندهم دود القرص دوت بيقضي عليه، في نفس الوقت توعية الأطفال عشان ما يجيلهمش دود مرحلة في المرة تانية، قص الضوافر، النظافة الشخصية، نظافة غسيل الأيدي، الخضار يبقى مغسول. فهي الفكرة إن هي المرحلة تشمل حاجتين، توزيع الجرعات الوقائية بالإضافة إلى توعية الأطفال للحفاظ على نفسه. الدواء اللي إحنا بنديه ده أو الميترونيدازول ده قرص واحد بيبقى سهل جدا بالنسبة للمضغ أو البلع بشوية مية، وده تقريبا بيقضي عليه. إحنا بدينا الحملات ديت من 2015،
السنة دي تقريبا دي السنة الرابعة أو الخامسة 2015 لغاية دلوقتي لم يحدث أي آثار جانبية ولم يحدث أي شيء بالنسبة للدواء اللي احنا بنديه ده. انطلقت بمحافظة كفر الشيخ حملة تطعيم الأطفال بالمدارس الابتدائية ضد الطفيليات والديدان المعوية، وقال وزير أو وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ الدكتور فيصل جودة إن الحملة ستستمر حتى 28 من مارس الجاري، وتستهدف تطعيم نحو 500 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية على مستوى مدارس المحافظة. الحملة القومية اللي بتستهدف طلاب المدارس الابتدائية بواقع حوالي نصف مليون تلميذ في المدارس الابتدائية في جميع مدارس كفر الشيخ في محافظة كفر الشيخ. يمكن النهاردة بدأنا ولمدة 10 أيام من اليوم حتى يوم 28/3 هي دي الحملة القومية بتكاتف جميع القوى وبرعاية معالي محافظ كفر الشيخ الأستاذ الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ. طبعا في تعاون وده مش أول مرة يمكن مع وزارة التربية والتعليم، مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ تعاون بناء ومثمر لصالح تلامذنا. أطلقت مديرية صحة بني سويف فعاليات الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية لأطفال المدارس الابتدائية. قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة صحة بني سويف لإكسترا نيوز إن الحملة انطلقت في 724 مدرسة. انطلقت اليوم في محافظة بني سويف ضمن المرحلة الثانية لتجريع أطفال المدارس في المرحلة الابتدائية ميبندازول ضد الطفيليات. مستهدف محافظة بني سويف 430 ألف تلميذ في موزعين على 724 مدرسة ما بين مدارس حكومية ومدارس خاصة ومدارس ابتدائي الأزهر. الفرق مدربة على التجريع وتعمل ضمن خطة ومستهدف محدد. انطلقت اليوم الفرق وحققت اليوم 137,400 تلميذ تم تجريحهم ضد الأمراض الطفيلية في محافظة بني سويف. يتم التعاون التام بين جميع الجهات، بين مديرية الصحة والمجالس المحلية الوحدات المحلية والأزهر تحت إشراف محافظ بني السويف المستشار هاني عبد الجابر. طبعا الأمراض الطفيلية تؤثر على الاستيعاب الطلاب للدراسة وتؤثر على صحتهم، وطبعا هي معدية من طفل إلى آخر. الميبندازول 500 ميلي جرام جرعة واحدة تقضي على كل هذه الطفيليات. رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددا من الشائعات على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، المزيد في سياق العرض التالي. Thank you.
رأس وزير الخارجية سامح شكري وفدا بأعمال الدورة 14 للجنة المصرية العمانية المشتركة في العاصمة العمانية مسقط. وقال المتحدث باسم الخارجية إن أعمال اللجنة شهدت التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتشاور تجاه القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. أصدرت اللجنة المصرية العمانية المشتركة بيانا في نهاية انعقاد الدورة 14 للجنة بالعاصمة العمانية مسقط برئاسة وزيري خارجية البلدين والتي استمرت لمدة يومين، وجدد الجانبان رفضهما للتطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله. المزيد في العرض التالي. أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على الدفع بمسار العلاقات الثنائية مع سلطنة عمان قدما في المجالات كافة. جاء ذلك خلال لقائه أسعد بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، حيث استعرض شكري أبرز التطورات الاقتصادية وما حققته مصر من نتائج إيجابية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، مبرزا أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين. كما تطرق اللقاء إلى تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها آخر تطورات القضية الفلسطينية. شدد وزير الخارجية سامح شكري على تاريخية وعمق العلاقات المصرية العمانية وحرص مصر على تطوير ودفع هذه العلاقات لأفاق أرحب. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات ثنائية عقدها شكري مع وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي، والتي تضمنت بحث سبل إنجاح الدورة الحالية من اللجنة المصرية العمانية المشتركة وخروجها بنتائج تسهم في الارتقاء بمستويات التعاون الحالية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأكد بن علوي تطلع مسقط لاستمرار التعاون والتنسيق مع مصر لما فيه مصلحة الشعبين. عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الصالون السياسي الأول على هامش ملتقى الشباب العربي والإفريقي الذي صادفته مدينة أسوان. ناقش الصالون الدورة المصرية على الصعيدين العربي والإفريقي وقضايا التكامل بين الجانبين. تنسيقية كمنصة للحوار بتطلق صالونها السياسي الأول من أجل تعزيز وسيلة الحوار كاتجاه مباشر لحل النزاعات والمشكلات بين الأطراف سواء الشباب أو على مستوى الشعوب. يمكن النهاردة ده الصالون الأول لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على هامش ملتقى الشباب العربي والإفريقي. الغرض منه هو مناقشة الدور المصري في البعد العربي والبعد الإفريقي. هنناقش الكثير من العناصر المتعلقة بماذا تعاونت مصر
مع بعدها العربي وكيف تفاعلت مع بعدها الإفريقي لتحقيق الكثير من المكتسبات على مدار المرحلة المقبلة. ما هي التحديات التي ما زالت تواجه مصر باعتبارها في قلب العروبة وفي قلب إفريقيا؟ كيف نجد حلولا وتوصياتا يستطيع أن نطرحها كشباب للأحزاب والسياسيين على صناع القرار فيما يتعلق بالتحديات التي نجابهها على مستوى الأمن القومي، على مستوى مكافحة الإرهاب، على مستوى الاقتصادي والتكامل الاقتصادي؟ هذا الصالون نستطيع من خلاله أن نتناقش ونتحاور ونخرج بمزيد من الرؤى ومزيد من التوصيات. النهاردة هنشهد انطلاق أولى فعاليات الصالون السياسي الأول لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وده بيجي في إطار خطة التنسيقية إنها تبتدي تخرج للناس، تبتدي تطرح أطروحاتها وتناقش مواضيع بتمس السياسة المصرية أو بتمس الشارع السياسي وتهم المواطن. كدورنا كشباب في الأحزاب وسياسيين في نفس الوقت علشان نبتدي نعمل حركة من التنمية السياسية في الشارع المصري. المواضيع النهاردة بتمثل استنباطا من ملتقى الشباب العربي الإفريقي اللي في أسوان، برضو الملتقى النهاردة بعنوان دور مصر الريادي تجاه أفريقيا والوطن العربي، وهيناقش بعض المواضيع الهامة اللي تخص هذا الموضوع. الورشة الخاصة النهاردة بتنسيقية شباب الأحزاب السياسيين تأتي في إطار دعوة السيد الرئيس من خلال المؤتمر اللي أقيم في محافظة أسوان بضرورة تحقيق التكامل العربي وأفريقي. أنا أعتقد تماما أن الدعوة دي دعوة كانت مطلوبة بشكل قوي، لأنه لابد من وجود محاور للتكامل بين الإقليمين، خاصة في ظل سيطرة النظم المالية الرأسمالية العالمية على المنطقة الأفريقية بشكل واضح. طبعا سيطرة نظم رأس مالية كانت تحقق مصالحها دون النظر لمصلحة الشعوب الأفريقية والشعوب العربية. فالنهاردة استكمالا لما بدأ السيد الرئيس من دعوة لتحقيق التكامل، النهاردة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتعرض رؤيتها النهاردة في إيجاد أطر للتكامل بين البعدين العربي والأفريقي. نتمنى من الله عز وجل أن نجيد الطرح ونستطيع تقديم رؤى حقيقية تقدم بالفعل وتكون مفيدة في إطار التكامل العربي الأفريقي. من ضمن الحاجات اللي اتناقشنا فيها النهارده كانت خاصه بايه هي المعوقات اللي بتواجه الدول الافريقيه اعضاء الاتحاد الافريقي، كان من اهمها الاستقرار السياسي، وكان من اهمها التنميه داخل القاره الافريقيه، وكان من ضمن الحاجات اللي احنا ركزنا عليها برضو فكره الصحه العامه والنمو السكاني، واتكلمنا عن التكامل الاقتصادي ما بين الدول الافريقيه اعضاء الاتحاد الافريقي، واتكلمنا عن رؤيه الدوله المصريه بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بان هي اعلنت ان اجندتها 2023 للتنمية المستدامة هتتضمن بعض الفعاليات او بعض البرامج اللي هيتم مشاركتها مع القارة الافريقية ضمن اجندة 2063. نظمت اكاديمية الشرطة يوما كاملا تعايش خلاله اكثر من 400 شاب وفتاة يمثلون 41 جامعة مصرية حكومية، خاصة مع طلبة كلية الشرطة بمشاركة طلبة الكليتين الحربية والبحرية. يوم كامل قضاه أكثر من 400 شاب وفتاة يمثلون 41 جامعة حكومية وخاصة والمحافظات الحدودية بين جنبات أكاديمية الشرطة مع أقرانهم من طلبة كلية الشرطة وبمشاركة من طلبة الكليتين الحربية والبحرية. بدأ بمحاضرات داخل قاعات الدرس تجاور فيه الجميع معا مستمعين إلى دروس تثقيفية ودينية وتوعوية من علماء وفنانين وأساتذة وأهالي شهداء ومصابين تم تكريمهم. الفكرة في الحقيقة فكرة متألقة أثني عليها ثناء تاما، تتيح لأبناء الجامعات المصرية المختلفة والشرائح الشبابية المختلفة أن يعايشوا عن قرب الطريقة الدقيقة والصناعة الثقيلة التي يتم من خلالها تكوين وصناعة رجل الشرطة الوفي القوي المؤتمن على هذا الوطن. علشان بس الشباب يعرف قيمة مصر، لما نتكلم عن مصر وقيمة مصر وإزاي مصر دي في دمنا وفي قلبنا وإزاي نحافظ عليها. وأنا قاعدة بوسطهم حسيت بحاجة جميلة كده وفرحانة قوي 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 ان الشباب دول دلوقتي الحمد لله متجمعين مع بعض. فعلا بيخلق حلقة تواصل قوية جدا بين شباب الجامعات، سواء جامعة حكومية سواء جامعة خاصة. احنا كلنا اصلا في الاخر هدفنا واحد،
حلمنا واحد هو رفح بلدنا. تقارب وتبادل رؤى بين الشباب فرصة أتاحها هذا التجمع الذي أتاح أيضا لهؤلاء الشباب المشاركة في الطوابير الصباحية لطلبة كلية الشرطة، شاهدوا خلالها تدريبات اللياقة البدنية والسباحة وقفزة الثقة واختراق الضاحية وجولة بالدراجات الهوائية. بيانات عملية شاهدها الشباب أيضا من عمليات الإخفاء والتمويه في بيئات مختلفة، ومجمع ميادين التدريب الفني الأمني على التخصص الوظيفي بنظام المحاكاة كمسارح الجريمة والحماية المدنية وأقسام الشرطة والقرية المرورية وعروض الخيالة والرماية بالأسلحة من مختلف الأوضاع، حيث أشاد الشباب بما شاهدوه من جهد في إعداد وتأهيل رجل الشرطة. شفت كلية الشرطة هنا إزاي بتخرج طالب شرطة على أعلى مستوى من نواحي الثقافية والبدنية. احنا عمرنا ما كنا متخيلين كمية المجهود اللي بيبذلوه هنا من إمكانيات لتدريبات لأجهزة التقنيات في كل حاجة، التزام في الوقت، التزام في مواعيد أكل، دقة في كل حاجة. احنا كلنا نسيج واحد، وإننا كلنا أنا كنت ممكن أكون مكانه وهو كان ممكن يكون مكاني في الجامعة، فده دليل واضح إن احنا كلنا حاجة واحدة ونسيج واحد. احنا كطلبة في جامعة سينا طبعا بالظروف الأمنية وكل ده الشرطة فعلا كانت موفرة لنا كل حاجة، وحتى هنا لما جينا فعلا يعني لقينا النظام تعاون. أنا عن نفسي استريحت نفسيا، عرفت مصر فعلا قوية بشبابها وبأهلها، يعني ما حسيتش ان احنا مثلا في سينا بعيدين ولا في شمال بعيدين، لا حسيت ان الجيش والشرطة وكلنا يد واحدة، حسيت فعلا ان احنا محميين من كل الاتجاهات. اتمنى ان الكلام ده يعني يبقى فرصة لكل الشعب المصري ان يجي يشوفوا المجهود اللي بيبذل في اكاديمية الشرطة. هو بيحارب وهو بيحمينا، بس انا برضو ليا مجالي في العلم، فاحنا كلنا بنربط بعض، ده اضافة لينا. بنتجمع كلنا شباب مصر في خدمة مصر، بنستفيد ونستفاد، بنتعلم وبنعلم. العلم الخلق الواجب، أنا شفتهم بيتجسدوا بأجمل معانيهم في الصرح الأمني العظيم ده. شباب هم نسيج واحد لوطن عصي على أعدائه، فهم عدته وعتاده وذخيرته المستقبلية، تلاحمهم معا هي الصخرة التي تتحطم عليها كافة الأخطار والتحديات التي تواجه الوطن، وهو هدف أساسي لهذا التجمع الذي يحدث بصفة دورية بحرم أكاديمية الشرطة. تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة من القضاء على مسلح قام بإطلاق أعيرة نارية بصورة عشوائية على المواطنين، وانتقلت على الفور أجهزة الأمن إلى المكان حيث تبين قيام عامل بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المارة بالقرب من كوبري الصفيرة بدائرة المركز، أسفرت عن مقتل 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين بأعيرة نارية، حيث قامت القوات بمبادلته بإطلاق النار ما أدى إلى مقتله وإصابة ضابط وأمين شرطة بأعيرة نارية، تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج. أسفر الفحص عن أن الجاني مشهور عنه تعاطيه الدائم للمواد المخدرة، وأثناء مشاجرة بينه وبين زوجته خرج على إثرها من المخزن وبحوزته سلاح آلي مطلقا الأعيرة النارية تجاه بعض المواطنين تصادف وجودهم بالمكان. قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة 40 متهما بالسجن المشدد من 3 إلى 16 عاما في القضية التي اشتهرت إعلاميا بالاتجار بالبشر، وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بإحالة 40 متهما إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تقوم بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين، وأقر المتهمون بارتكاب الجرائم المسندة إليهم وذلك لدى مواجهتهم بما أسفرت عنه التحقيقات. أعلن وزير النقل كامل الوزير أن الهيئة العامة للطرق والكباري تنفذ 23 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر ب 36 مليار ونصف المليار جنيه، وخلال اجتماعه مع رئيس وقيادات الهيئة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها، أشاد الوزير بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في تنفيذ المشروعات الضخمة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة ودفع عجلة التنمية الزراعية والصناعية والسياحية.
أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن العمل المشترك مع روسيا كان أحد العوامل الحاسمة في مواجهة الإرهاب. وخلال لقائه وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو بعث الأسد الأوضاع في إدلب وشرق الفرات، حيث اتفق الطرفان على عدم السماح للدول المعادية لسوريا بأن تحقق من خلال سياساتها ما عجزت عن تحقيقه خلال الحرب. من جانبها أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن شايغو قام بنقل رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس الأسد، وأشارت إلى أن اللقاء بحث قضايا محاربة الإرهاب الدولي في سوريا. واعتبر شايغو أن الدول الغربية تسعى إلى التقليل بأكبر درجة ممكنة من أي تغييرات إيجابية في سوريا وتضع عراقيل جديدة أمام إنهاء الأزمة. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها على مخيم الباغوز الذي يتحصن فيه آخر عناصر تنظيم داعش الإرهابي شرقي سوريا. يأتي ذلك فيما اعتقلت القوات 157 إرهابيا من داعش. وأوضحت مصادر إعلامية أن معظم هؤلاء المعتقلين يحملون جنسيات أجنبية مختلفة. بالتزامن مع استعدادات مصر لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية واستضافت عدد كبير من المنتخبات واللاعبين، يواصل مركز القلب الرياضي بمستشفى وادي النيل تقديم خدماته الطبية للرياضيين على مستوى العالم للاطمئنان على قدرتهم القلبية على ممارسة الرياضات المختلفة من خلال أحدث الأجهزة ونخبة من الأطباء المتخصصين في طب القلب. تفاصيل في التقرير التالي. أول مركز قلب للرياضيين في أفريقيا والشرق الأوسط على أرض مصرية، مركز القلب الرياضي بمستشفى وادي النيل بالقاهرة الذي فتح أبوابه للرياضيين على المستويين المحلي والعالمي منذ عام تقريبا، يواصل دعم الرياضيين بأحدث الأجهزة وأمهر المتخصصين في طب القلب ليضيف إلى ثقافتنا الطبية معلومات وتفاصيل مثيرة حول مصطلح القلب الرياضي. القلب الرياضي مختلف تماما عن قلب الشخص العادي نتيجة للأحمال اللي بيتحملها القلب والدورة الدموية، بيحدث تغيرات في قلب اسمه تغيرات قلب الرياضيين. مثلا القلب الرياضي ده العضلة بتبقى متضخمة، القلب الرياضي ممكن عضلة القلب توصل لحد 13 ملي سمكها، في حين ان الشخص الطبيعي عضلة القلب لا تتعدى 1.1 سنتي. القلب الرياضي بيبقى نبضات قلبه بطيئة، بورني برج السويدي كان 36 نبضة في الدقيقة، كلاي كان 38 نبضة في الدقيقة، فلحد 30 نبضة في الدقيقة يمكنك انك تجد قلب رياضي. قلب رياضي ممكن تلاقي قوة العضلة بالموجات الصوتية من 45 ل 48%، ده الطبيعي. لو شفت هذه التغيرات في شخص عادي احتمال تاخده دخله المستشفى. في 18 الى 22 تغير في رسم القلب، ده اسمه تغير طبيعي في رسم القلب للرياضيين. احنا داخلين على دورة افريقية مصر تصادفها، المركز الوحيد في افريقيا في القارة السمراء. طبعا ان شاء الله يبقى لنا دور كمان في الدورة الافريقية ان احنا نبقى من ضمن المراكز المسؤولة. انت عارف البطولة هتبقى في كافة انحاء الجمهورية، وان شاء الله يبقى لنا دور مهم جدا في هذه الدورة ان شاء الله. المركز هيبقى المسؤول ان شاء الله عن الكأس العالم لكرة اليد 2020 ان شاء الله، في التأمين الطبي للقلب الرياضيين وفحص قلب الرياضيين قبل هذه الدورة إن شاء الله. المركز في تعاون مع الكونفدرالية الأفريقية مسؤول عن كل الألعاب في القارة السمراء. لا يقتصر اهتمام المركز على الرياضيين المحترفين فحسب، ولكن يتيح أيضا إجراءات الفحوصات الطبية للهواة ومن يرغبون في ممارسة الرياضة مستقبلا للاطمئنان على قدرتهم القلبية. احنا الهدف ان كل شاب في مصر، كل طفل في مصر هيمارس رياضة يعمل فحص قلبه. اما يكون عندك فحص قلب على اعلى مستوى مع جامعة بتعاون مع جامعة جون موريس في ليفربول، ان ابنك او بنتك راح تلعب اي نوع من الرياضة وعملها فحص قلب عشان ما تتعرضش لازمة قلبية او للوفاة المفاجأة او الموفاة بعد التمرين، دي تستحق ولا ما تستحقش. فالقصة مش قصة النوادي بس، قصة ان المفروض ما فيش مصري يروح يلعب اي رياضة غير ما يفحص قلبه. ايه المشكلة؟ انا برضه شايفها مش مشكلة. الناس دائما بتاخد الموضوع بسطحية شديدة، الموضوع مش فيه سطحية، لان ممكن حد يموت في الملعب. متخيلين الحدث ده ممكن يؤثر قد ايه.
يضم مركز القلب الرياضي أحدث أجهزة الموجات الصوتية رباعية الأبعاد، وجهاز قياس رسم القلب الديناميكي أثناء التمرينات، وجهاز مراقبة وظائف القلب عن بعد بواسطة الأقمار الصناعية لجميع الرياضات بما فيها السباحة والغطس. التقنيات الجديدة دي وانك انت تقدر تتابع اللاعب بتاعك، يعني مش شرط الطبيب الفريق يسافر معاه، ممكن يتابعه على موبايله وهو في بلد تانية. السباح يقدر ينزل بالمونيتورز بتاعته لو هو كان عنده مشكلة وخد أدويتها وبيحاول يحلها. كان عندنا جهاز بسيط تاني كنا بنربطه ونعوم بيه، ولكن نقدرش ننزل بيه سباقات، ما نقدرش، ما بيقعدش فترة طويلة. دلوقتي الأجهزة وصلت انها بقت صغيرة جدا، سهل جدا انك تتحكم فيها، تتلزق على الجسم كويس، تعمل بيها تمريناتك، تعمل بيها سباقاتك، ويقدر الدكتور يحدد طريقة تمرينك بعد كده المناسبة لجسمك وقلبك وحياتك الشخصية. كل واحد لوحده individualized، يعني بيبقى custom للشخص ده معين. في ظل الاهتمام بالرياضة والرياضيين وتوفير مناخ الاحتراف في سن مبكر، يأتي مركز القلب الرياضي بمستشفى وادي النيل ليتناسب مع الاهتمام العالمي بالرياضة باعتبارها صناعة عالمية تحقق أرباحا هائلة لدول العالم، ويساهم في الاختيار الدقيق للرياضيين المحترفين فنيا وطبيا. يستضيف المقاولون العرب نظيره الزمالك غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقات الدوري الممتاز. يحتل الفريق الأبيض المركز الأول برصيد 52 نقطة من 21 مباراة، فيما يمتلك المقاولون 34 نقطة ويحتل المركز السادس. في ختام النشرة تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أنباء. مدبولي يؤكد ضرورة توفر السلع الأساسية استعدادا لشهر رمضان. شكري يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع عمان في جميع المجالات. وزير الدفاع الروسي يؤكد للأسد أن الدول الغربية تضع عراقيل أمام إنهاء الأزمة السورية. إلى هنا نصل لختام هذه الجولة من الأخبار، لكن بإمكانكم دوما متابعة المزيد عبر موقعنا الإخباري extranews.tv. نشكر لحضراتكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.